جديدة وبرنامجكم من القلب للقلب. النهارده برنامج من القلب للقلب هيكلم قلوب كتيرة أوي أوي أوي، ربنا عايز يوصل لها بشفاء، بمحبة، بلمسات خاصة جدا من عرش النعمة. من قلوب مفتوحة بتتكلم بصراحة، من قلوب اتشفت وبتعلن عن شفاء الله ليها، إن الشفاء ده متاح لناس كتير. أحبائي النهارده عنوان الحلقة من زيرو تو يعني كان ممكن ان ابليس يخلي الشخص اللي تعرض لكل الاساءات والتعب والابيوز وكل التعب ده كان ممكن تخليه يبقى زيرو كان ممكن يبقى شخص غير فعال في المجتمع يبقى شخص مخرب لكن الرب عمل شيء في حياته وخلاه يتغير من زيرو لهيرو يعني من ولا حاجة لبطل مستخدم في جيش الرب مش هو بس بعت له زوجة الزوجة دي كانت جزء من حياته اللي خلاه يبقى الهيرو وراء كل عظيم امرأة دايما بنقول الكلمة دي الله بيحط في سكتك الست اللي تقف جنبك وتصنع عمل الله في حياتك وتكون ايد الله المستخدمه في حياتك. النهارده معانا فيكتور ماركس وايلين ماركس. اهلا اهلا بيكم. فور ذا سكند تايم ده تاني مره تكونوا معانا والحقيقه ربنا استخدمكم في اول مره وهيستخدمكم في تاني مره لاعلان عن الشفاء الداخلي. امين. امين. ثانك ويلكم هو بيشكرني ان انا دعيتهم مره تاني النهارده. والحقيقه الاستجابات بتاعتكم للبرنامج كانت رائعه جدا وده شجعني وعرفني واكد لي ان خطه الله ليهم ان يستخدمهم في حياتنا وفي دولنا وفي شعوبنا وانا بشوف ايد الله عليهم بتتحرك ازاي بس تاكيدكم ومراسلاتكم والريسبونس بتاعكم بياكد ان الله بيقول انا عايز استخدمهم انا عايز اشفي شعبي بيهم وهو ده السبب ان هم معانا النهارده تاني عشان الله يستخدمهم ويديهم مسحه عاليه جدا احنا بنصلي لكلمات تخرج من عرش الله على السنتهم لشفاء ولهد كل اعمال ابليس امين yes. موافق yes. Yes. موافقه yes. Amen. Amen. امين احنا المره اللي فاتت قلنا لكل الناس عن كل الابيوز اللي انت تعرضت له وكل الماساه اللي انت عشتها وابتدينا نتمشى في رحله حياتك لغايه ما وصلنا لنقط معينه لكن هنكمل النهارده ايه اللي حصل بعد كده لكن احب افكر المشاهدين بتوعنا بقصتك وايه اللي حصل معاك لو نطلع الكليب ده هو ونشوف قصته علشان الناس اللي ما شافتش قبل كده البرنامج تعرف ازاي الشخص ده كان ممكن يبقى مم. زيرو ولا حاجة كان يبقى خراب لكن نشوف مع بعض اللي حصل له مم. وكمان علشان نعرف حاجة مهمة إن إحنا نبطل اللوم وما نقولش أصل بابا عمل فيا كده أصل ماما عملت فيا كده أصل أنا حصل لي كده لإن كان عندي أب بالمنظر ده مم. كان عندي أم بالمنظر ده كان عندي ظروف صعبة ما كنوا أهلي فقراء ما فيش اكسكيوز بنشوف حكايته ونشوف ازاي ربنا اخرجه يبقى زي ما خرجهم يخرجك بس اعلن وقول ان انا برفض ابقى فيكتم ابقى ضحيه انا برفض اني اكون ضحيه تعالوا نشوف ايه اللي حصل مع فيكتور مارتس ونرجع مره تاني نتكلم معاهم He knew I wasn't So he tried to make good on his promise to kill me. He pulled me and he put me in that commercial cooler at five years old and locked me in there, hoping I would freeze to death and no one would know what happened. He dunked me in a tub one time, and bent me over a tub of water, and he's dunking me and he'd hold me there and he'd say, Hold your breath, and pull me up. And I'll never forget. He'd come home drunk and he was mad and he pulled out that pistol and he walked around the house. He starts shooting out all the lights. Boom, boom, boom. My mother, she takes us and she puts us kids in the closet. She hid us in the closet and she stands. She said, Shh, don't cry. And he came to the door. He said, I know you're in there. You come out. Brings memory? Yes. It, or you it, got used to it? Well, no, it, it, it always, you know what? It reminds me of. who runs this world لا انا بساله السؤال لما بتشوف المناظر دي يا ترى بتاثر عليك آه ولا عشان شفتها كتير وعملت الفيلم فما بقالهاش التاثير فبيقول لي لا انا بشوف آه مين اللي بيتحكم في العالم the bible says satan is the god of this world الكتاب المقدس بيقول ان ابليس هو اله هذا الدهر it's under his sway وكل ده تحت حكمه But Jesus Christ is the great redeemer. لكن يسوع هو أعظم فادي. And sometimes evil is prevented. وساعات ال ال مش بيحصل ااا uh, إن إبليس بيستمر في عمل الشر في حياتنا. Or in my case, uh, sometimes evil is redeemed. لكن في حالته هو الله فدى الشر وغيره للخير. So I, I look at that and I I thank God he was able to redeem the evil done to me as a child. لما بيشوف الفيلم وبيشوف المناظر والحاجات دي وبتفكره بتفكره بازاي ان الله افتداه من وهو طفل صغير ووصله للي هو فيه النهارده. The other thing when I see that it, it, it does break my heart for many children and people who are still suffering now. So it makes me compassionate toward helping others. ولما بيشوف المناظر دي كمان او بيفتكرها قلبه بيتوجع على الأطفال اللي بتعدي بنفس الظروف اللي هو مر بيها، وبيتحرك ناحيتهم بكل حنان وبكل رحمة. مم. This is really amazing. Eileen, God brought ربنا حطك في حياته ل, لعمل عظيم لإقامته علشان يقوم، أنتي بتشوفي نفسك إيه في حياته؟ مم. I see myself as his helpmate. His helper. his helper completer. And I know that because of all the things he's been through, God knew before I knew his background, but he wanted me to walk with him and show Victor that he is loved regardless of what happened to him. الله يعلن له قد ايه هو محبوب بالرغم من اللي حصل معاه وان ده ما اثرش في حبه ليه. This is really amazing. This is really amazing. فيكتور if we go back to your mom. Yes. Your mom was going through a lot. يعني عدت بظروف صعبه جدا جدا جدا. وكانت هي كانت هي كمان عنيفه معاك. يا ترى يعني واحنا بنشوف واحنا بنتكلم على موضوع مامتك هنلاقي نفسنا بنتفرج على مامته كانت بتعمل ايه فيه Your mom used to beat you كانت بتضربك كانت بتعنفك وكانت بعد كده بترجع وتبكي علشان ضربتك عشان انت اتوجعت انت احساسك كان ايه وهي بتضربك you know i think a lot of it is confusion كان متلخبط uh, because your your parents are supposed to be there to protect you لان الاهل uh, دايما بيكونوا هم اللي بيحموا لكن لما يشوف ان الام بتعمل كده كانت صعب عليه ملخبطاه اتلخبط right so, so it, it was very confusing uh and scary كانت حاجه مخوفاه ورعباه مضيعه الامان Uh, and you know, and it produces a lot of anger. وده خلاه يبقى عنده غضب، غضب شديد شديد. Uh, well, you know, my mother was under great stress because of who she had married and lived with. Uh, مامته كانت بتعدي بضغوط جامدة جدا عشان الجوازة اللي اتجوزتها واللي شافته. And he was so violent and abusive. وهو نفسه كان عنيف معاها. that actually that particular scene i remember that uh, she she started to uh, we call it getting a switch in uh, you know, with a, a you know a stick or something as a kid but they she started to whip me because she was afraid what i'd done wrong would get to my stepfather and he would beat me worse oh. هي كان بتضربه بالعنف ده لانها كانت بتبقى خايفه ان جوزها يعرف هو عمل ايه ويضربه بطريقه اعنف فبتقول انا هبقى حنينه عليه اكتر من الاب and, and many parents you know moms especially they parent out of fear وامهات كتير ساعات بيعنفوا اولادهم نتيجه للخوف they're afraid of what can happen if they don't try to control their child uh, more وبيعملوا كده لانهم بيبقوا خايفين ايه اللي ممكن يحصل للطفل ده لو ما تعنفش. Yeah, but but beatings that are excessive and not done in love are 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 very destructive. لكن الضرب اللي بيبقى مش بعنف شديد ومش ناتج عن محبه بيبقى فعلا بيسبب دمار وحطام. When when children experience, uh, you know, different levels of abuse, they 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 experience different emotions. Uh, لما الاطفال بتتعرض لابيوز او لعنف جامد uh, مشاعرها بتتعرض كمان لاختلافات كثيره. And one of them is anger. وحاجه من الحاجات اللي بتحصل لهم بيتربى جواهم غضب. And I tell people anger never goes away. وهو بيقول للناس ان الغضب مش بينتهي. It just gets pushed down in you. لكن بيضغط عليه لجوه. وبيبان في صورتين. Either self-destructive. إن هو يحطم نفسه أو يأذي نفسه. Drugs, drinking, يقطع نفسه بيعملوا حاجات uh, uh, سلوكيات. ممكن يقتلوا نفسهم. Uh, uh, أو يعنفوا ناس أخرى. يطلعوا العنف ده على ناس تانية. And that I well. وهو فاهم كده كويس. ده اللي حصل معاك أنت. Yeah, it's, it's of anger. Uh, هو نقل لل, للغضب. And it what you're from, ومش مهم أنت من أي بلد. What you to. أي الدين بتاعك؟ uh, anger is anger. الغضب هو الغضب. It's a human لأن ده حاجة طبيعة بشرية. Uh, so for me, I, I grew up wanting to transfer that anger on other people. And eventually joined uh, the military, the, the Marines. Uh, ال, right. So, you know, you, 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 you take that anger and want to turn it toward an enemy. وبياخد بقى الغضب ده كله بيحاول هو يطلعه على العدو، اعداء البلد. وبالنسبه لشباب كتير ده ده بيبقى حالهم. والستات ممكن تدخل في مجموعات الجانجز أو تدخل الجيش. Some become terrorists. وممكن بيبقوا تيرورست um, عشان يطلعوا. ينفسوا yeah. عن الغضب ويطلعوه بره. لكن المشكله ان جواهم ما بيبقاش فيه سلام. القلب بيبقى اتجمد ما, ما خلاص ما فيهوش ما فوش الحنيه. But I'm, I'm here to tell those watching God can soften your heart. لكن هو قاعد دلوقتي وبيقول لكم الله ممكن يغير القلب اللي تجمد وبقى زي الحجر وممكن يخليه سوفت وطري تاني it make you weaker, it makes you دي نقطه مهمه قوي لما ده يحصل لك مش هيخليك انسان ضعيف او يخليكي واحده ضعيفه لكن في الحقيقه هيخلي عندك قوه اكتر you don't do things even go against your anymore. فانت مش بتعمل حاجات باللاشعور. شعور مرات أخرى بتبقى بتدرك. واو واو ذس از ريلي ذس از ريلي مفتاح ده مفتاح 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 كي اوكي ذس از كي اتس ا ريل كي طيب أنا عارفة إن ربنا إدالك زوجة جميلة لكن أنت عشت مع ماما شفت تعبها وشفت الالم بتاعها وشفتها انها بتحاول تخلص من ده كله انها تتجوز واحد مره واثنين وثلاثه اتجوزت ست مرات. هل فهمك لمامتك واللي شفته فيها اثر على جوازك؟ او بتبص لكل الستات زي ما بتبص لمامتك؟ well, I... At first I didn't think they would have any effect. في الأول ما كانش شايف إن هيحصل أي مشكلة. Because uh, I've heard the psychologist of people saying, you have a mother issue. و وسمع كتير إن واحدة الناس بتقول له عندك مشكلة uh, مع مامتك. And I just thought, oh those people are weak. وكان بيفتكر الناس دي ضعفة يعني بيقولوا أي كلام. But I did start noticing problems in my relationship with my wife. لكن ابتدى يلاحظ ان في مشاكل في علاقته بايلين مراته. When we were when we were engaged to be married. لما كانوا مخطوبين. And I knew I I I was the most blessed man in the world to have her. وكان عارف انه هو ربنا باركه قوي I mean, انه she's, يعرفها. She's my dream come true. هي حلم حياته اللي اتحقق. Beyond my fantasies in my mind, this woman is my dream. بيقول هي حلم حياته. And and I remember we sent out our wedding invitations. وبعتوا دعاوي الفرح. And one day I, she came and met me at my apartment. وراحت قابلته في الشقة بتاعته. And normally we would be visiting and happy and joyful. وبيبقوا فرحانين إن هما شايفين بعض ومبسوطين مع بعض. But I, I didn't feel anything. لكن ما كانش حاسس بأي إحساس إنه فرحان إنها جاية. It's like my mind got cold. ويعني حصل له برود في مشاعره and my emotions went flat وما فيش اي مشاعر and she asked me Eileen said you know what's wrong سالته ايه فيك ايه مالك and you know I knew I loved her and was going to be honest with her, but I just told her, I don't know, I don't feel anything anymore. وقال لها أنا مش عارف مش لاقي أي مشاعر ناحيك خالص ناحيتك. And I, I really

وهي قالت له She said, I, I know something's wrong. أنا حاسة إن في حاجة غلط. And, uh, and I decided to call a counselor. وهو راح uh, طلب مشورة. Right, uh, to go, what, what's wrong? And they, they asked me, they said, tell me about your mother. وسألوه احكي لنا عن مامتك. <laughs> and I thought, I don't want to tell you about my mom. وبعدين قال, ما الماما بالموضوع؟ Yeah, uh, but I told them how my mother had multiple. marriages and didn't stay and blah, blah. And, and then I remembered something she told me. وهو قال قال ان قال لهم ان ماما اتجوزت كذا جوازه وكانت بتخرج من عذاب لعذاب لكن هو افتكر حاجه مامته قالتها له As an elementary child. وهو في المدرسه الابتدائي she, she grabbed me by my neck مسكته من صدره right here and said don't ever trust a woman oh my god they will just use you and leave you. And she pushed me against the wall. Whoa, مسكته من صدره وقالت له اوعى تثق في واحده ست هتاخدك وتستخدم كل حاجه عايزاها منك وبعدين هترميك وراحت هي رمياه على الحيطه. And, and I could not connect it yet. وهو ما كانش فاهم ان الكلمه دي كان ليها تاثير. I'm pretty slow. <applause> oh no. <تصفيق> <تصفيق> But I did realize um, that This counselor والمشيرة سألته أو في خدمة المشورة سألته، قالت له أكثر وقت يعني مسافة في الوقت أنت كنت على علاقة بواحدة ست كانت قد إيه؟ And I dated of girls. وهو اتعرف بستات كتير. But the ever dated them was three لكن أكتر مدة قعدها مع واحدة كانت تلات أشهر واو wow. and at that time we had been liking each other fell in love and got engaged it was three months وفي الوقت ده كانوا حبوا بعض واتخطبوا وكان تلات أشهر and something in me clicked off وفي حاجة جواه قفلت a protective mechanism uh, نوع من أنواع الحماية أو الدفاع عن نفسه and somehow I was looking at My my fiancee وكان بيبص لخطيبته through the eyes of fear بخوف thinking she's gonna leave me وبيفكر هي هتسيبني even if we get married just like my mom she'll leave me حتى لو خطبتها واتجوزتها زي ماما بالظبط هتسيبه and this is one of the first times I saw truly God's love for me through her وهو عارف محبة الله لي من خلالها Cause she held me لأن هي حضنته and said, I know you're afraid. أنا قالت له أنا عارف إن أنت خايف، أنا عارفة إن أنت خايف. that I will leave you. إن أنا هسيبك. and she said, we'll cancel the wedding right now. إحنا ممكن إن إحنا نلغي الفرح دلوقتي. and she said, I will wait for you. وأنا هنتظرك لغاية ما أنت تبقى جاهز. it doesn't matter how many years. مش مهم كام سنة. And she said, even if we're 85 years old, <applause> حتى لو اتجوزنا إن واحنا عمرنا 85 سنة. She said, I will still be here. هبقى قاعدة مستنياك. إيه and we'll get married then. وهنتجوز حتى في السن ده. When you're ready. لما أنت تبقى جاهز. Yeah, it made my heart get filled full of love and trust her. وابتدى يشوف قلبه مليان بالحب وابتدى إنه يثق فيها. So now we celebrate 25 years of marriage. ودلوقتي ليهم 25 سنة متجوزين. Because I said, I don't want to wait. Let's get married. I, I believe you. ساعتها بقى لا إيه أنا مش هستنى. تعال نتجوز دلوقتي. أنا بثق فيكي. واو. ترزا يعني في نقطة مهمة قوي هنا. First الكلمة اللي مامتك قالتها عليك والكلمات ليها تأثير. Yes. And can stay mm. معاك للأبد. لما بتقول لك اوعى تثق في yes. واحده ست هتاخدك وترميك. امم mm. انك تكنسل قوه الكلمه اللي اتقالت عليك لانك اتقابلت بحب right. الحب خلاك تكنسل yes. قوه الكلمه الشيطانيه اللي اتقالت عليك. لكن ارجع لك انتي ايلين يس ايه اللي خلاكي تعملي كده؟ اي واحده فينا باي باي. Mm. Do you know, I know that God brought Victor and I together. So it was bigger than me. I didn't know how big. But I knew that it was bigger than me, and I knew that Victor was for me and I was for him. كانت متأكدة إن ربنا بيقول فيكتور ليها وهي الفيكتور. عشان كده أنت قدرتي تقفي بالقوة دي. Mm. And, and, uh, This is a heavenly strength. دي قوة جت من فوق. Yes. Up. Yes. And a lot of people who get married now, young people, they they just get married on emotion or or get into a relationship, even just dating. but they don't have the confidence of God that mm. this is who they should be dating. And they shouldn't if they don't have the confidence that this is God's one for them. This is very true. Mm. ودلوقتي بنشوف شباب كتير بيحبوا ويتجوز لكن كله مبني على مشاعر وعلى أهواء شخصية أو جسدية لكن مش بيسألوا ربنا مش بيعرفوا هو ده القرار السماوي لحياتهم ولا ده قرارهم وفعلا عشان كده بنشوف مشاكل كتير وديفورس كتير طلاق كتير ودي مشكلة العالم كله النهاردة بيعدي بيها مش حاجة بس للعرب ولا الامريكان ولا نو يمكن يمكن في بلادنا صعب انك تقول هطلق مش حاجه سهله يعني هنا في امريكا باي باي هناك باي باي أتمنى إن أقول لك باي باي، أتمنى إن أقدر أقول لك باي باي، لكن عشان المجتمع مش بيقدروا يعملوا كده، لكن بيخلي البريشر زي ما أنت بتقول يزيد من جواهم وبعدين بيحصل well they divorce the person emotionally even though they live on them <applause> they don't love بالظبط بالظبط يعني ممكن إن الطلاق ده يحصل بينها وبينه من غير ما الناس تعرف يعني عاطفيا yes. mm -hmm. اتقفلت خلاص فما فيش حاجه ثانيه mm -hmm. لو في ام النهارده بتهرب من واحد لواحد علشان تحس بالامان ايه نصيحتك ليها؟ right. Well I tell, I tell the woman whether she's a mother or even single going from man to man it won't bring healing and hope to your soul. ان لو انت بتهربي من واحد لواحد لو عشان تلاقي الامان ده مش هيخليكي تلاقي شفاء لروحك It will والنفس. Only more لكن ده هيخلق مشاكل تانية وهيبقى في ندم وتعب كتير so, so stop. وقفي مش الراجل اللي هيحل مشاكلك get of شيلي عينك من على الرجاله get your eyes on God. وخلي عينك على الرب He's your hope and salvation alone. <laughs> Even in our marriage, 25 <laughs> years, faithful and love each other and never cheated. Faithful great marriage we have? <laughs> uh, I can't fulfill her heart's and soul's greatest need. That's reserved for God alone. دي نقطة قوية جدا اللي بيقولها، بالرغم من إن احنا متجوزين وبنحب بعض وعلاقتنا ممتازة، لكن هو مش هيقدر يملى الفراغ اللي في حياتها. الراجل مش مخلوق علشان يملى الفراغ اللي في حياتك، لأن في منطقة فراغ ما يقدرش يملاها غير الله لوحده. And although God can bless a marriage amazingly, a lot of times a marriage is is meant to help us realize how much we can't meet each other's needs and need the Lord. very strong. بالرغم من ان الله خلق الجواز وخلق الجواز لامور عظيمه جدا لكن احتكاكاتنا ببعض بتاكد لنا وبتورينا ان احنا ما نقدرش نملا الفراغ في حياه بعض ما نقدرش نكمل بعض لكن في حاجه ثانيه احنا الاثنين محتاجينها هي وجود الله في حياتنا. So people need to stop, women or men stop trying to make their spouse be the, you know, the perfect spouse and then just work on themselves through God's grace to be the most perfect spouse they can be for them. عشان كده بنلاقي أزواج أو زوجات بيحاولوا يبقوا perfect ويعملوا كل حاجة صح لكن دي نفسها غلط. أنت إرجع للرب وقول له أنا عايز انك انت بايديك تصنعني بيرفكت او تديني الكمال اللي اقدر اعمل اكون اقوم بوظيفتي كزوج واملا الجزء اللي اقدر بس املاه if we go back to your story لو إيه. رحنا للقصه بتاعتك مره ثانيه وباباك كان فين في الوقت ده يعني اوكي انت بعد ما اتجوزت الجوازه الثانيه هربت من البيت هربتوا وربنا انقذكم. بعد كده انت كنت لسه طفل صغير قعدت مع مامتك في الست جوازات الثانيه؟ yeah, We stayed with uh, me and my siblings stayed with my mother. At one point we had to be put in uh, like kind of homes, homes and relatives. foster homes? Yeah uh, while my mom kind of got her life together a little bit. but basically we live with my mother uh, our our childhood life اللي حصل معاه ان هو في اوقات معينه كانت مامته بتبقى تعبانه قوي فكانت تبقى محتاجه تكون وحدها فكانوا هم بيروحوا زي فوستر هومز او زي ملاجئ او بيوت علشان مامتهم تقدر تكون وحدها لكن معظم طفولتهم عايشوا مع مامتهم طب ايه اللي حصل مع باباك ما سمعتش منه خالص No, my, my biological dad or father, he didn't claim me as his kid when my mother was pregnant. مامته وبابا بابا اللي هو اللي الاصلي ما قالش وما اعترفش ان ده ابنه كان عنده مشكله انه يعترف ان ده ابنه so even when even when i was born uh, and he knew that i was his child he still didn't want to have anything to do with me and my mother bless her heart she had me which i'm glad she did not abort me she had me but i was kind of a leftover reminder of her first husband they were already they were already divorced and so i was born after they were divorced. So it, to her, it was a reminder of him. Mm. So, you know, it was like, Ugh. So she didn't like you? She had trouble SOMETIME. Like as a baby, I would cry and she didn't want to pick me up and hold me. Because, you know, she was transferring her anger mm. of that man on me as a child at times. Yes. Not can always. be all in the lama uh, itwalad, can mom to heal the وهو بيشكر ربنا ان هي ما اجهدتوش والاسبوع اللي فات كنا بنتكلم على موضوع الاجهاد يعني حد زي فيكتور يشكر ربنا النهارده ان هو ما حصلوش اجهاد دي باي سيلف رساله لستات كتير بتقول انا مش هقدر اربي الطفل ده ومش هقدر اعمل حاجه في الطفل ده لكن ده رساله بعد العذاب كله اللي شافه بيقول انا بشكر ربنا ان امي ما اجهدتنيش واو فكانت مامته ده كونتينيويشن للحلقه اللي فاتت او الرب عايز يقول رساله علشان يكمل الحلقه اللي فاتت لان اتكلمنا على نفس الموضوع انا مش قادره اخد بالي من طفل طب ما خلاص اجده اه بس هي بتقول مامته كانت بتبصله له وده بيفكرها بجوزها اللي بهدلها وتعبها فساعات كان بيبقى عامله فاصل بينها وبينه لما كان يعيط ولا يبكي ما كانتش تروح تشيله وتحضنه لان كان بيفكرها بالزوج اللي عذبها. آه. باباك كان بعيد كل الوقت ده لكن انت كنت بتحاول تشق طريقك وبتحاول تثبت ان انت هتعيش وانك انت ناجح وانك انت هتقدر تكمل حياتك. لكن جواك كان كل التعب ده.

Uh, هو كان عنده غضب والغضب ده يعني uh, السكندري ال uh, احساس او عاطفه او احساس. Yeah, uh, a lot of people just focus on the anger. ساعات الناس بتركز بس على الغضب. Yeah, uh, uh, or the boom. او الحاجه اللي بتفرقع. But what's the, what type of dynamite makes it? لكن ايه الدينامايت اللي بيعمل الغضب ده؟ In my life, it was rejection. بالنسبة له هو كان الرفض. Yes. rejection was the thing that fueled all my anger. ال ال عدم الاحساس بالقبول او الاحساس بالرفض هو ده كان زي الجاز اللي بيولع في الغضب ويخلي الغضب يظهر. I felt rejected by my dad. فهو كان حاسس ان هو غير مقبول من باباه. I felt rejected by my mother. ومن مامته. اه. When she لما كان بتشوفها بتتعرف برجالة تانية وبتتجوز رجالة تانية كان بيحس إن هي بترفضه وبتخلي الرجالة دول يبقوا بديل ليه في حياتها. And, and I that hurt people hurt people. وهو فاهم طبعاً إن الناس اللي اللي اتأذت بتأذي. But uh, single moms need to stop the cycle of this of this craziness. والام اللي هي الوحيده او السنجل محتاجه توقف الدايره بتاعه الجنان ده. I, I we spend a lot of our time visiting with young men and women who are teenagers in prisons. هو الخدمه بتاعته دلوقتي ان هو بيقضي وقت طويل مع uh, بنات صغيره موجودين في السجن. Every has them. Every culture, every has وكل العالم فيه النوعيه دي. Uh, that kill people, that abuse اللي النوعيه اللي بتقتل واللي بتعنف و... Uh, juvenile offenders for chronic and violent acts. وهنا هو في قانون للأطفال الصغيرة ما هم مش أطفال يعني الأحداث اللي هو قانون الأحداث. I speak to them or they read my book or watch the film and they write me letters. وبيروح يتكلم معاهم بيوريهم الفيلم وبيقرأ الكتاب بتاعه وبيكتبوا له جوابات. One, one day i asked a group of very hard gang member kids uh, about how, i understand how it feels when your mother brings a man home and goes sleeps with him to have sex in another room and how it makes you as a child feel so angry you just want to you want to kill that man واو وكان بيتكلم في السجن وبيقول انا حاسس باحساسك لما كنت بتشوف مامتك متجوزه واحد تاني او ماشيه مع شخص تاني وفي الاوضه التانية وانت واقف بره وتبقى حاسس ان جواك عايز تمسك سكينه وتقتل الراجل ده And so many of those boys you could see their faces change. Some of them started crying out of such rage. وببص على وشوش الولاد دول بعد ما بكلمهم الكلام ده وبلاقي وشهم اتغير وفي دموع نازله من عينيهم. Man, it's the same thing if a mother allows a daughter to be sexually abused by a boyfriend, a stepfather or anybody like that. ودي نفس الحكايه لما ام تكون تسمح إن بنتها بتغتصب علشان مصلحة شخصية من حد غريب أو من شخص غريب أو حتى من الأب. It's such a common root of pain and the cause and effect in so many cultures that right there. وده سبب من أسباب الحاجات الفظيعة اللي بنشوفها في العالم ده بيكون سبب من الأسباب. In America one in three girls will be sexually abused by the time they're 18 and one in five boys. Wow. فأمريكا هنا الاحصائيه بتقول ان واحده من كل ثلاث بنات بتتعرض للاعتداءات الجنسيه وفي الولاد واحد من خمسه يعني كل خمسه واحد منهم بيتعرض للأذى الجنسي. ده 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 نسبه عاليه قوي. Yeah and it's, it's very high and it's all over the world. وغالبا نفس النسبه دي في العالم كله. It doesn't matter if you're Christian or Muslim. Or Buddhist or Thaoist doesn't matter. مش مهم ديانتك ايه؟ مسيحي، مسلم، بوذي، أي حاجة. Because the heart of man is bad. Mm -hmm. لأن قلب الإنسان مليان بالشرور. امم. Mm. Uh, لما ظهر بعد كل اللي حصل ده وابتدى باباك يظهر ثاني في حياتك، إزاي باباك ظهر ثاني في حياتك؟ Well, I got involved in the martial arts. هو كان uh, يعني منهمك جدا في نشاطه في الفنون القتاليه. Cause I could punch people in the face and not get in trouble. عشان ممكن ان هو كان يضرب <applause> حد في وشه ويطلع <applause> العنف بقى كله. And then even I had joined the, the Marines. ودخل الجيش. And uh, it was a way to vent my anger. علشان يطلع كل الغلب والغضب اللي جواه. Uh, and my dad tried to come back into my life, my real dad. وبابا حاول يدخل في حياته مرة تانية And he was messed up. وهو كان متلخبط uh, I don't know how you would say it in the you know, Arabic world but you know he, he was a drug dealer at one time and would prostitute women وكان كان شخصية يعني صعبة قوي كان بياخد دراجز وبيبيع دراجز وكان uh, pimp أو, أو يعني بيتاجر في الستات يعني and, and he studied the occult وابتدى كمان يدرس حاجات بدع ويحط لعنات يعني يعني شعوذه بقى و وسحر وحاجات زي كده. He had even been in a mental hospital. ودخل مستشفى أمراض عقلية. the same mental hospital my grandfather died in. ونفس دي نفس المستشفى اللي جده Met so it's like a generation curse. It's a generational, generational curse. Whoa, fadi, fala am fil ajiel. Yeah, yeah. And I, I'm But it's broken that, over you. Mm -hmm. Oh yes. me But but here yes. here's how it stopped. Mm -hmm. My dad wrote me a letter while I was in the Marines. And he took responsibility for me. <laughs> ابتدى ياخد مسؤوليه ناحيته. And apologize for never being a real dad. واعتذر له ان انا عمري ما كنت اب حقيقي ليك. And told me his life had changed. وقال له ان حياته اتغيرت. I was very interested to find out how this man's life could change. <laughs> وكان طبعا مستغرب ازاي واحد زي ده حياته تتغير. And he said Jesus Christ forgave him of his sin and came in his life. وقال له ان يسوع المسيح غفر له خطاياه ودخل حياته And I still was very skeptical. وهو كان طبعا مش مصدق 'cause I'd seen lots of religion growing up. لأنه شاف أديان كتير وهو بيكبر. Uh, but, but what he said, it wasn't just religion, it was a personal relationship. لكن الكلمة اللي بابا قالها إنه مش بس إن ده دين, لكن دي علاقة شخصية so he invited me to come see him where he lived فهو عزمه وقال له تعالى زورني في المكان اللي أنا عايش فيه so I went, I went to see him وراح يشوفه and his life had changed وشاف فعلا ان الراجل ده حياته متغيرة was, he wasn't perfect ما كانش حاجه كامله يعني because following Jesus is not about perfection وان الواحد لما بيتبع يسوع ملوش دعوه ان الواحد يبقى كامل it's about the direction لكن الاتجاه and Jesus is the only perfect one ويسوع هو الوحيد الكامل uh, but my dad's life had changed لكن حياه بابا اتغيرت and it was actually through him that i came to understand that Jesus died on the cross for all of my sins ومن خلال بابا عرفوا بالمسيح وعرفوا بأن يسوع يقدر ياخد كل الغضب اللي جواه ويبدله بمحبة وبسلام إيه رأيك نطلع فاصل ونرجع مرة ثانية نكمل حديثنا معاك yes. تعالوا نطلع الفاصل ده ونرجع مرة تانية الكارما بلس قناة جديدة تابعوا شايل هم الحياة مضغوط لأقصى حد ما كنتش فاكر الحياة كده وشايل هموم كتير على نفسك وبتفترض أسوأ الحلول وبتفترض المشاكل حتى قبل ما تحصل مش لازم تفكر في بكره لأن ممكن حياتنا تنتهي النهارده، مش لازم تشيل كل ده تاني. لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء، بالصلاة والدعاء مع الشكر، لتُعلم طلباتكم لدى الله. معاكم مرة تانية وأنا عارفة إن في ناس كتير بتبعت لنا أسئلة وتعليقات على الفيسبوك بنرحب بأسئلتكم على الفيسبوك وبنرحب بتعليقاتكم على الفيسبوك وكمان بنقدر إن إحنا دلوقتي نستقبل مكالماتكم في التليفون لو عندكم أسئلة في الموضوع أو لو مريتوا بنفس الظروف أو لو أنت مغلوب بحاجة زي كده وبتقول ساعدوني إزاي أن أنا أتخلص من اللي أنا فيه زي ما حصل معاه ساعدني ازاي ان انا اتخلص من اللي انا فيه لكن هنرجع مره تانية لباباك اللي حياته اتغيرت وانت حياتك اتغيرت بعد كده وقبلت المسيح اللي غير حياتك يعني بالنسبه لك انت كنت واحد مدمر لكن بعد ما شفت وقبلت المسيح ابتدى الدمار يبقى اسمار يس <applause> <applause> When when I surrendered my life to Jesus Christ لما هو ادى حياته ليسوع وعايزين نشرح يعني ايه ادى حياته ليسوع يعني يعني ايه اديت حياتك ليسوع؟ I was I was forgiven uh, of my sin and my wrongs but then I was given hope إيه اللي حصل معاه ان هو طلب ان ربنا يسامحه وربنا سامحه من كل الاخطاء اللي هو عملها وبص لقى قلبه اتملا بالامل. And, and love, love from God. ومحبه الهيه دخلت في قلبه. وهو مش حاجه عملها عشان يكسب او يستحق المحبه دي، لكن دي حاجه جات له عطيه. And I would go to heaven. I, knew that. وهو عارف في الوقت ده لأن اتبنت العلاقة دي بينه وبين الإله اللي موجود في السماء لو حصل له أي حاجة دلوقتي ومات هو هيروح عند الشخص اللي فيه بينه وبينه علاقة. Again, nothing I could earn by my deeds. فهو ما عملش حاجة يستحق بيها السماء. But a gift given to me. لكن عطية أعطيت له. في حاجة حصلت أنا شفتها في الفيلم بتاعك. ان في واحد جه يصلي معاك واللي جه يصلي معاك حط ايده عليك وانت اول ما حط ايده عليك بالرغم منك انك انت بتدي حياتك للرب وفي سلام حاجه قفشت معاك yes. This is a this is a very good question and a very good point. Um, uh, even at the point of my what I call salvation, الوقت ال, الوقت الخلاص, uh, my spirit was getting saved. روحه هي اللي خلصت and واتغيرت اه. Uh, uh, لكن نفسه my mind will and emotions عقله وارادته ومشاعره لسه بتحتاج شغل كتير عايزه اشرح النقطه دي احنا نفس وروح وجسد اللي بيحصل لما بنقبل يسوع ان روحنا هي اللي بتتخلص او ارواحنا بتتقابل مع الله وبنبتدي علاقه مع الله لكن النفس عايزه شغل كتير م -م. علشان تتخلص وتتحرر. يس. Yes. Yes. And when people suffer trauma ولما الناس بتتعرض لتراما او ماساه او خبطه جامده there are wounds in your soul بيحصل جروح في النفس. م -م. And just like if you have a broken wrist or ankle. زي بالظبط لو عندك كسر في ايدك او كسر في رجلك. Uh, when you bump it. لما تدوس عليها. It causes pain instant. هتبص تلاقي الوجع طلع. Yeah, even if you're in the best hospital. <applause> حتى لو انت في احسن مستشفى. <applause> so it's got to heal. فده محتاج شفاء. And we call that uh, sanctification. واحنا بنقول على ده تقديس، شفاء وتقديس it's, it's a, ودي بروسس دي مراحل بنعدي بيها دي مش حاجه بتحصل مره واحده يعني تحرير النفس او شفاء النفس دي حاجه مستمره But for me, my mind and my soul. لكن بالنسبة له عقله ونفسه. I didn't like people touch me. ما كانش بيحب أي حد يلمسه لأنه بيفكره بالضرب. Because to me, they're trying to control me. بالنسبة له اللي بيلمسه ده عايز يتحكم فيه. And I didn't like to be controlled because of my childhood. وهو ما حب مش عايز حد يتحكم فيه علشان اللي شافه في طفولته. So I would be triggered. فبيبص تلاقي نفسه انفعل. And and when I was getting my life right with God. وأنا كنت بصلي وبدي حياتي للرب. A, a man went to pray for me by touching me. ففي واحد حط إيده عليه وابتدى يصلي له. And I jumped up and turned around and grabbed him and pulled my fist back. وبص لقى نفسه رياكشن عادي بالنسبة له راح قام ومسكه وكان عايز يضربه. I said, don't touch me, I'll break your jaw. قال له اوعى تلمسني لحسن هكسر لك بقك. And I could hit.

Him. And that's what so many people watching right now you need. You need God to touch your life, not anybody else. You need God to touch you in a place to heal you of wounds, to save you, to replace the hate and the anger with His love, to change your life for the better. I sure hope you do. بيتفرجوا علينا وبيقول انه خلي الله يلمسك ادي لله حرية انه يلمسك ويشفي جروحك ويشفي كل حاجة جواك بتدمي وبتنزف ويوقف النزيف اللي في حياتك انت محتاج لله انه يتلامس معاك بطريقة زي ما تلامس معايا ايمان ايمان اوكي بابا كان السبب ان انت تعرفت بآيلين ازاي آيلين How did I meet? Yeah. victor <laughs> oh well victor started going to church victor and i was invited to the same church that he started going to <laughs> so again god directing both of us without us knowing it وهي بتشوف ان ازاي الله حطهم في مكان واحد من غير ما هم ياخدوا بالهم. He brought me to where victor was going. وهو حطها في طريق فيكتور. واو. يس. افتر كل ده اتجوزته. وبعد ما اتجوزته ابتديتي تلاحظي ان الافعال بتاعته مش طبيعيه. Mm -hmm. الريأكشنز بتاعته mm -hmm. غريبه. Yeah. كان ايه تأثيره عليكي ندمتي؟ mm. I I never regretted it عمرها ما ندمت إنها اتجوزته. But I was disappointed. لكن mm -hmm. كانت محبطة. Because he was supposed to be a Christian. لأن man. هي عرفته في الكنيسة وقالت إن ده راجل مسيحي. And behave like a Christian. ويشنق كواحد مسيحي. Yes. So we learned Or I learned, I should say, that he had things deep in his soul. فهي عرفت وفهمت إن في حاجة مختفية جواه جرح عميق في نفسه. That were infected. والجرح ده ملتهب. And God had to go deep and bring that up to heal it. والله محتاج إنه يدخل لأعماقه ويطلع الجرح ده ويشفيه. Yes. في حاجة حصلت. و لما هو كلم آه... جاله مكالمه من باباه اللي مش آه... جوز مامته وابتدى ينفعل انفعالات زياده وفي كليب عن الموضوع ده تعالوا نطلع نشوف الكليب ده وبعدين نشوف ايلين مم. ايه اللي خلاها تعمل اللي هي عملته تعالوا نشوف الكليب ده ونرجع لكم مره تاني One time, that that's just I, I was having a flashback, and I was, you know, all the kids are downstairs, but I was up in our room, and I was tripping. I I was curled up on a like a fetal position, thinking I was going to get killed, or, you know, and and uh, Eileen she started praying for me, and then I just tripped, and I remember ripping all my clothes off and running. And, and just yelling, don't let them kill me! Don't let them kill me! Don't let them kill me! And I ran right into the shower. I turned on the shower and I I, I fell down in a little ball and held my knees to my chest and I was shaking because I just I was I felt like a kid again and the threat of being killed and and, and all the terror that come back and and I felt so alone and I was terrified and and I looked up and my wife had come into. A, bathroom and, and fully closed, she opened up that shower door and she stepped in. She stepped into my pain. She knelt no down and she helped me. And then she just cried with me. She didn't say nothing. She just cried with me. And I'm telling you, I felt like God Almighty had stepped into my pain through her and just helped me. And uh, and I came out of it and you know

ورحتي دخلتي بهدومك وحضنتيه. عملتي كده ليه؟ ايه اللي خلاكي تعملي كده؟ هو شافت جوزها المكسور. وده كسر قلبها انها تشوفه بالمنظر ده. That's all I could do. ده الحاجة الوحيدة اللي قدرت تعملها في الوقت ده. كان إيه تأثير ده عليك أنت؟ I, you know, words create worlds. الكلمات تخلق عالم. And she could have destroyed me at that moment. وكان ممكن إنها تحطمه في الوقت ده. Because I was having a flashback. لإن هو كان عنده flashback ذكريات كلها جت في مخه مرة واحدة. Of, of the terror of being abused. الخوف والرعب والضرب. And for those that don't know, I, I mean, I was electrocuted as a kid. هو بيقول ان جزء امه ده هو اللي كلمه كان, كان بي بيكهربوا وزي ما شفنا في في الموفي كان بيحطه في قلب الميه لغايه ما يغمى عليه فده كان عذاب وهو كان بيحاول يبقى راجل كامل وراجل كويس لكن جزء من عقله كان مكسور at the time I needed her most. وفي الوقت اللي هو كان محتاجها جدا. She became invisible. هي بالنسبة له كانت غير مرئية. And I could see God's love come right through her. لكن شاف محبة الله جاية من خلالها. يعني أنتي كنتي حاملة لمحبة الله لي في الوقت ده. Yes. Mm. -hmm. Yes. Mm -hmm. And, and I know many women would not Be able to do that in their own strength, nor do I think she could, but she has such a good relationship with God and she loves me, her husband, and stayed faithful and committed to that, that she was able to be a vessel of God's love and tenderness when I needed it the most. في الوقت اللي هو محتاج المحبه دي يعني زي الهوا بالنسبه له ايلين يعني مع واحد زي فيكتور ساعة عنيف وساعة طيب وساعة متغير وساعة فوق وساعة تحت حياتك اتلخبطت لكن انتي واحدة قوية لو تديني فرق وقولي لي ايه الفرق بين الخنوع وبين المبادرة يعني انت ما كنتيش خاضعه للي هو بيعمله وحاضر mm -hmm. يا سيدي لنا <applause> mm -hmm. الحته دي Well, yes, there is a difference. في فرق yes. بين الخنوع والمبادرة. Uh, الخنوع means you're less than. الخنوع بي

المتألم اللي بيصرخ. So ففي وقت من الأوقات to stop the علشان توقف الجنان اللي عنده I told him he to get help. قالت له أنت محتاج مساعدة. Yes. So I'm him still هي لسه بتقول له بحب and in love him وبمحبة قالت له كفاية. Yes. Yeah. لكن ده ما كنتيش خايفة منه؟ كنتيش خايفه من اعمال العنف بتاعته mm -hmm. you were never afraid of him. was i sometimes because my childhood i ساعات كانت بتبقى خايفه منه لان طفولتها i had an alcoholic father كان عندها اب بياخد الكحول who would rage when he was angry وكان برضه غضبه بيطلع كده لما So at الحالة. times, so at times victor's rage would trigger me وساعات غضب فيكتور ده بيخليها تفتكر to say no we're not going to do this. وتقول لا احنا مش هرجع للموقف ده تاني so نفسها دايره مجنونه يعني دايره صعبه بس معظم الستات لما بيشوفوا ده بيخافوا وبيسكتوا بي... تنصحي الست اللي, اللي بتعدي بغضب من الزوج متكرر كده تقولي لها ايه؟ A soft الجواب اللين turns away wrath يصرف الغضب. Yes بس ما كنتيش خايفه على حياتك؟ No, I was not afraid for my life ما كانتش خايفه على حياتها، ليه؟ He never threatened me. لان هو عمره ما هددها بالقتل او الضرب المبرح او اي حاجه زي كده. Or the children. ولا عمل كده مع الولاد. But his behavior. لكن اخلاقه هي اللي كانت متغيره. Was chaotic and crazy. يعني متغيره سلوكه كان oh. مش طبيعي. For, for women who are being physically abused. لكن الستات اللي بتضرب او بيعتدى على على جسمها they don't have to stay in that relationship. مش لازم ان هما يكملوا في العلاقه دي. They need to get help. They need to get safe. محتاجين ان يطلعوا في مكان امان. And use their love. ويستخدموا المحبه بتاعتهم. As an influence. كمؤثر. To get their husband help. انه يخلوا الزوج ده يروح ويتعالج او يشوف حد يساعده. It doesn't hurt that she's a black belt. <applause> وهي كمان بتلعب كاراتيه. And she can shoot multiple weapons. <applause> وهي ممكن تضرب. From handguns to AR-15s. <applause> فهي ممكن تستخدم المسدس وتعمل أي حاجة. Why he... ليه عملتي كده؟ ليه روحتي اتعلمتي الكاراتيه؟ Well one because this is what he did. Uh, حاجة من الحاجات اللي خليها تتعلم كاراتيه لأن هو كمان كان بيروح يت... هو كان مدرب كاراتيه. And he kept Kind of stressing that I have to learn how to defend myself. So it was a natural process to start taking his classes. Yes. Did she ever hit you? Yes. <laughs> Look at my nose. That's not for me. Oh, she's hitting me plenty. أنا بقول لها ضربتك؟ فهو بيضحك وبيهزر بيقول بصي <applause> كسرت <applause> لي مناخيري. We we you know although I did rage and have forms of violence in the house. بالرغم من إنه هو كان بيتنرفز قوي وكان عنده نوع من أنواع العنف في البيت. I mean I, I would punch holes in the walls. لكن يخبط الحيطة. يهد الحيطه. Uh, يضرب الإزازه اللي في العربيه. It was just me out. فهو كان بيطلع mm -hmm. غضبه. كان كل الوجع ده كان لسه And جوه it would get وأول ما حاجه تحرك الوجع ده. وعمر لو هي كانت اتخانقت معاه ده كان بيساعده بالعكس. ده when she would stay calm لكن لما كانت بتسكت وتبقى هادية mm -hmm. and understand I was hurting وكانت فاهمة انه بيعمل كده نتيجة جروح ووجع she really tried to look past the anger وكانت بتحاول تبص بره اللي هو بيعمله يعني بره العنف اللي هو بيعمله ايفن <applause> وكان الساعات بتمسك ايده وتقوله <applause> وتقول له انت متنرفز ليه مالك and <applause> وساعات بيبقى انجري كده وعنده غضب لانه خايف <applause> او يفتكر حاجه حصلت له <applause> وعايز يلاقي ناس يطلع فيهم كل الجروح دي والوجع ده Uh, but the Bible, this is where it saved our my life and our marriage. And most people, uh, it doesn't matter what religion you are, you have perceptions of the Bible. مش مهم انت ديانتك ايه بس كل واحد عنده فكره عن الانجيل but, but very few have ever read it. لكن ناس قليله اللي قروا الانجيل and ask God to show them the truth. وسالوا ربنا انه يوضح لهم الحقيقه and, and this became the referee. وده بقى المصدر بتاعه والحياة في علاقتهم uh, واحدة من الآيات بتقول إن إحنا نغفر لبعض وإن المحبة تغطي كسرة من, من الإساءة yeah, it, it فبيحكي لنا عن الكتاب المقدس إيه هي المحبة الحقيقية So I encourage anyone regardless of the religion to read, study, learn what this says and هو بينصح كل واحد مش مهم انت ديانتك ايه مسيحي مسلم بوذي اقرا الكتاب ده لان الكتاب ده فيه حكمه هتساعدك بقوه في حياتك. Yeah, yeah. دي حقيقه. Don't be afraid to read it. ما تخافش انك تقرا الانجيل. الكتاب ده فيه حياه وفيه حكمه. There is life. Yes. It, it convicts, it comforts, it directs. الكلمة yes. دي ب, ب, بتديلك uh, اتجاه بتعلمك بترشدك بتريحك. Yes. Because there are some I would do things wrong and be mean. وساعات أنا كنت ببقى بايخ معاها وبعمل حاجات بايخة معاها. And in my own mind, it my pride, I'm not being mean. وكان هو بقى في كبريائه يقول أنا أنا مش بعمل حاجة غلط. But, but when I would read something out of the Bible or hear it. لكن لما كان بيرجع ويقرا الكتاب المقدس او بيسمع كلمه. God supernatural, Holy Spirit. Uh, كان الروح القدس. would gently come to my heart. بيتكلم لقلبه ب gentleness. Yeah, mm -hmm. in my soul and gently tell me. وكان بيكلم قلبه بكل لطف. Your behavior is wrong. يقول له انت غلط، انت التصرف ده مش صح. And then it would make me feel sad. And repent. And, and and make it right with her. And that way she wouldn't burn my dinner. <laughs> Do you know the other thing is I learned when I was quiet, he could hear himself better. And the Holy Spirit. He could hear the Holy Spirit. Both. And and it's when you're screaming and being very angry, it's ugly mm. to see yourself like that. هي بتقول إن هي لما كانت بتسكت ده كان بيدي ليه هو فرصة إنه يسمع نفسه ويسمع صوت الروح القدس بيقول له إيه. لكن لما هي كانت تزعق وتتنرفز كان كل الأمور بتتلاعبك في بعض. The Bible talks about like in quietness this strength and confidence. Mm. Oh, في آية في الكتاب المقدس بتقول في الهدوء والطمأنينة يكون سلامكم yeah, holding your words doesn't mean you're weak mm -hmm. ولما تحافظ على كلامك وما تنطقش كلمات في وقت الغضب ده مش معناه إن إنت ضعيف some women like to لأن إحنا الستات ساعات بنبقى عايزين نتكلم yes. نتكلم نتكلم ونطلع الغل بتاعنا It's yeah. natural دي حاجة طبيعية للستات <applause> the men will just click off لكن الراجل يروح قافل like you're hearing a chainsaw يا انك انت بتكلمي لنفسك or a blender. <applause> كان صوت بلندر عارفين الخلاط <applause> <Yeah. تصفيق> طيب آه نرجع تاني آه لحته ان انت كنت شخص مؤمن وانت عرفتيه شخص مؤمن والولاد شافوه كواحد بابا المفروض انه مسيحي هو اللي بيقوله و اللي بيعمله ده ما عملش كونفيوجن للعيال mm -hmm. Mm -hmm. هنشوف بعد كده كليب لابنك و و ونشوف ازاي ان ابنك اتلخبط لكن ازاي ان هو استجاب برضو للحب ده اه كان احساسك ايه والولاد دول متلخبطين yeah. Well, I was, I was not wanting them to have this affect their personal walk with God, because this was <applause> not from the Lord. ما كانتش عايزه ان الولاد يتأثروا ويقولوا ان ده بابا ده مش بيعرف ربنا. Yeah. Because God is our father, our heavenly father, and Victor is our earthly father. I didn't want them to be confused. ما كانتش عايزه انه Victor اللي بيمثل الاب الارضي والاله القدير هو اللي بيمثل لهم الاب الروحي ان العيال يحصل لهم لخبطه بين فهم الأبوة. And, and many times I compromise my witness as a Christian, as a man of God, as a minister. Mm -hmm. و, وساعات كتير هو ده كان بيتعبوا آه, وبيفقدوا أنا دوري إيه كأب وكزوج وكخادم يعني أنت كنت خادم. To, to my children. Mm -hmm. و, وتأثير الكلام ده إيه على أولادك. And the best thing a man can do. وأحسن حاجة أي راجل ممكن يعملها. إنه يخدع نفسه. Go to your children. وروح لولادك. And look at them in their eyes. وبص لهم في عينيهم. Say please forgive daddy. واسالهم ان هم يسامحوك وقول له سامح بابا. And assure them. ويأكد لهم. That's not how God the Father acts. اه يأكد لهم ان الأب السماوي مش بيعمل وبيغلط زي ما أنا غلطت. <applause> and 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 that I'm so sorry. وان فعلا هو متاسف على عمله and i tell صلوا لبابا عشان اتغير yeah واو wow. وده انت ساعدتي اولادك ان هم ما يبقوش عندهم كره لابوهم how do i, yeah. Keep them from hating me. Well, I... I I I wouldn't talk bad about him. ما كانتش بتتكلم وحش عن قدامهم على ابوهم. But I couldn't ignore what was happening either. لكن في نفس الوقت ما كانتش تتجاهل اللي هو بيعمله. And that's when a decision was made to say you need to go get help. وعشان كده في الوقت ده عملت القرار قالت له انا مش اي believe قلت له انا مش هستنى معاك الا لو رحت وطلبت علاج.

<applause> But it wasn't about her. لكن مش كان متغاظ منها. Is I didn't want to have to face my stuff. لكن اللي كان تعبه ومش عايز انه يواجه الماضي بتاعه مره ثانيه. And although although Eileen is not perfect. حتى <applause> وأيلين ما هياش كامله. She's, uh -oh. <applause> yeah, she's made her mistakes. وعملت <applause> أخطاء. <applause> 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 I will tell you this. لكن عايز يقول حاجه. She was, she has always been very Conscience and aware لكن كانت دايماً مدركة to not belittle their me as their dad كانت دايماً مدركة وبتحافظ على إنها ما تصغرش صورته كأب She she would she she didn't make believe ما mm عملتش -hmm. حاجة جامدة But she was careful to protect the role and the image of dad لكن كانت دايماً بتاخد بالها إنها تحافظ على مكانه ودوره كأب. ان ان yeah. وكزوج. وكان أوقات كتيرة بعد ما هو اتنرفز عليها ويبقى حالته حال وتبص له. And she'd look in my eyes وتبص في عينيه. And she'd say. وهتقول له. I know who you really are. أنا عارفة أنت حقيقتك مين، أنت مين. And that was very comforting to me. وده كان حاجة بتريحه وبتهديه قوي. To be loved unconditionally. إنها إنه يحس بالحب الغير المشروط. <applause> واو. مش سهل إن أي حد يعمل اللي أنتِ عملتيه. نفسي <applause> أفهم ليه عملتي كده؟ أو إيه الدافع الحقيقي؟ هل إيمانك إن هو ده بتاعك وربنا حطه في سكتك؟ ولا بتحبيه قوي؟ ولا إيه؟ I will tell you there is no way. هي بتقول إن ما كانش ممكن يكون في أي طريقة. In and of myself. منها هي شخصياً. That I would have been able to stay. إنها تكمل معاه. And endure all this وتسح chaos. وتسحب ده كله. unless I had Jesus، unless I had him in my heart. إلا to help لو me. يسوع في قلبه وفي حياته. Yes. I had something bigger than me. هو كان في حاجة كبيرة جواها. And I knew that he was holding us. وهي كانت عارفه ان هو اللي ماسكهم ومحافظ عليهم. And that is, that is what got me to the next day. وهو ده اللي كان بيخليها يعدي عليها اليوم. Again, it was bigger than me, it's bigger than Victor. كانت حاجه اكبر منها وكانت حاجه اكبر منه. Yes. Mm. Again, it's, it's, it's the relationship. Yes. Not a religion. Because a set of rules from a religion Wouldn't have kept her. Yes. Wouldn't have kept a good relationship. There's no way. It's the power of God through Jesus Christ. The mm. power of God yeah. th that helps us to stay, to love, to do beyond anything we ever thought we could. I'm the first person in my family for three generations not to be divorced or to cheat. Wow. a point here? religion that her do what لان الدين كله ايه رولز في واحد اثنين ثلاثه اربعه لازم تعمل كذا 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 لكن مش الدين اللي خلاها تعمل اللي هي عملته لكن علاقتها الشخصيه بالرب يسوع وحبها اللي كانت مليانه بحبه هو اللي خلاه اللي خلاها تقدر تستحمل وتقدر تكمل وتاخد منه من حكمته وتقدر تتكلم معاه. <applause> when you have a good vertical relationship with God, ولما يكون عندك علاقة أفقية بالله, your horizontal relationships are so much better. علاقتك بالناس هتبقى كويسة. So I I never look down at her. فهو عمر ما بصلها باحتقار. As the lesser of my wife. أو إنه أقل منه. No, no, I have great respect and honor her. هي هو بيحترمها وبيقدرها. Because the Bible says. لإن الكتاب المقدس قال that you know the wife was taken from the rib of a man not the foot لأن الكتاب المقدس بيقول إن إحنا ضلعه منه yeah. مش جايين من رجله رايت right. <applause> 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 فعشان كده أنت بتحترمها لأن عارف مكانها فين جنب قلبك uh, completely and she does help and complete me وهي بتكمله

تخلي بقى واحد بيزق عربيته حتى لو فيها اير كونديشن وفيها كل حاجه لكن بتتزق مش <تصفيق> ماشيه اي لايك الالستريشن دي جميله نرجع باك احنا بنتكلم ده كله على الغفران ازاي ان هي قدرت تستحملك وتغفر لك وتكمل معاك لكن انت ازاي قدرت تغفر لجوز مامتك لما عرفت وسمعت ان هو في المستشفى وبيموت ولقيت نفسك لازم تروح مم. تشوفه. Yes. Yeah. To, to have to go visit the man who abused me and messed with my mind and tortured me and hurt my family. Uh, بالنسبة له كان انه يروح يزور الراجل اللي عذبه وحطه في كل الحاجات دي ولخبط عقله كان هيجننه. I mean, he was evil. كان بن... هو كان راجل شرير. And every culture and religion knows evil. وكل الاديان وكل الثقافات وكل المجتمعات تعرف الشر من المش الراجل ده كان شرير. هو سمع صوت الرب بيكلم لقلبه. And I had a to obey or وكان عنده الفرصة انه يطيع ولا ما يتعش you know, وهو تعلم في حياته إنه يقدر إنه يثق في ربنا. He has, he sees everything. لأن الله باصص وعنده خبرة وشايف كل حاجة. Yeah. For for us, we just see right here. إحنا بنبص بس قدام عينينا. But God sees everything. لكن الله بيبص على كل and حاجة. And He knows what's best for us. وهو عارف إيه الكويس لينا. So me going to see that man. فلما هو كان رايح يشوف الرجل ده. And forgive him. وإنه يغفر له. Wasn't just for him. ما كانش بس عشان يغفر للأب. It was for me. لكن ده كان عشان يحرره هو يفك قيده. I've heard that Unforgiveness is like drinking poison and hoping it kills that person. العدم الغفران كأنك بتشرب سم والسم بيقتلك انت لكن انت فاكر انه بيقتل الشخص التاني. <applause> and again, it doesn't matter if you're a Christian, Muslim, Buddhist, Dao, unforgiveness will destroy your life. ومش مهم انت دينك ايه؟ مسيحي، مسلم، بوذي، لكن العدم الغفران because unforgiveness turns into bitterness like roots and it will destroy all the relationships and you see people who are bitter and, and forgiveness isn't forgiveness is just giving up your right to hurt someone back for hurting you Uh, ال, ال, هو بيعرف الغفران هنا ان انت بتسيب حقك في انك تاذي هذا الشخص. It's not what done. مش ان انت بتقول كان ليه حق في اللي عمله او بتديله عذر على اللي هو عمله. It's they did was very wrong. لكن الحقيقه انك تبقى فاهم ان كل حاجه اتعملت ناحيتك كانت كلها غلط. But it's you. It's you saying I'm going to give up my right to hurt you back. لكن أنت بتقول أنا بضحي بحقي إن أنا أذيك. It doesn't mean trust will be restored. ده مش معناه دي نقطة مهمة جدا يا جماعة، ده مش معناه إن يرجع ثقة ثانية، mm. الغفران مش معناه إن العلاقة ترجع ثانية وبنفس الثقة. Or mm. reconciliation. أو صلح. آه. Oh. Like فهو اختار انه يغفر للراجل ده. Oh, but it, it didn't mean I let him come and babysit my children. لكن ده ما ما قالوش او اداله الفكره ان هو يجي ويرجع بيته ويخليه ياخد باله من من عياله. Or give him my credit cards. او يديله كريدت كارد يصرف بيه. No, I forgive him. انا سامحته. So my heart can be clear. So قلبي يبقى نظيف. I obey God. وأنا سمعت صوت الله وقطعته. لأن أنا عرفت أن أنا كمان الله غفر لي. Yeah, and he tells us to extend forgiveness to others. وهو بيقول لنا وبيعلمنا ان احنا نمد الغفران للاخرين. It doesn't make me a pacifist. وده ما يخلينيش ان انا شخص سلبي. Or repeated victim. او ان انا ابقى ضحيه ثانيه مره اخرى. Yeah, God's love is strong. محبه الله قويه. It's holy. وهولي. It's righteous. ومقدسه وفيها بر. So if someone, if لكن لو انا غفرت له وهو جه يدخل بيتي تاني علشان يعذبني تاني او يأذيني تاني انا ما الحق ده I could still forgive him and knock him in his nose انا ممكن ان انا اغفر له لكن اعلمه او أديه له اخبطه خبطه I'll even pray for him to be healed واصلي له ان ربي يشفيه Many people في ناس كتير مش هتقدر تفهم الكلام ده لان احنا عندنا كالتشر بتاعتنا او الثقافه خلاص انت سامحت ترجع تاني وتحضن وتبوس وتعمل كل حاجه لا لا <applause> انت قلت الحق. اوه. ده مهم جدا، معنى الغفران ان مش العلاقه ترجع تاني ويرجع يأذيني تاني واسامحه واديله الحق انه يأذيني. Right. And I would say that most people in your culture وهو بيقول ان معظم الناس في الثقافه بتاعتنا شعوبنا بيبقى مش قادرين يغفروا للاخر mm -hmm. like بياخدوا الخطوات للغفران mm -hmm. ويبوسوا حضنه بتاع But their heart mm -hmm. to get hard. لكن قلبهم بيبقى برضه جامد mm -hmm. انا بالنسبه لي احسن ان انا ابقى حر and وقلبي طري وادي فرصه للشخص التاني انه يثبت لي ان هو اتغير يعني ما تخيلش نفسي وأظهر له أن أنا غفرت له وقلبي يبقى مقفول واو ده ده كلام كبير وعلشان أنت اخترت وطعت ابتدى الرب يستأمنك على خدمة كبيرة احكولنا عن الخدمة بتاعتكم وبعدين هنشوف كليب صغير عن الخدمة بتاعتكم بتعملوا إيه دلوقتي؟ بتخدموا إزاي ربنا؟ من زيرو لهيرو for, for us, we never planned to have a ministry. بالنسبه لهم هم عمرهم ما خططوا ان هم يكون عندهم خدمه. We lived in Hawaii for years. هم عاشوا في هاواي لمده سنين. And teach martial arts. وكانوا بيعلموا الفنون القتاليه. and Made money in construction and investments. We كانوا بيعملوا فلوس في real estate وبناء وحاجات زي كده. But then God called us to go into ministry. لكن الله دعاهم إنهم ابتدوا يخدموا. So we did. So they started to Reluctantly. Yeah. And يعني مش باختيارهم. Yes. <laughs> we just we said okay, we're gonna trust you, Lord. We said okay, Lord, we're gonna I mean, we, we went from living a lifestyle that was much different than by faith in ministry. Mm -hmm. Being able to travel, buy things, you know, all that to, okay, Lord, you want us to just trust you and, you know, this way, and we've never regretted it. Mm -hmm. وتعلموا ازاي يثقوا في الله وثقتهم في ربنا عمرهم ما ندموا عليها الناس اللي بيتمسكوا بحاجات في العالم هنا. And, and they don't trust God. ومش عايزين يثقوا في, في ربنا. بيثقوا like في غناهم. My job, my money. يثقوا في الفلوس. My في status. في حالتي الاجتماعية. وربنا بيقول لهم

وربنا علمهم ان هم يعيشوا وايديهم مفتوحه. هيز هيلد اس شفاهم. And he wants us to share with others how God can heal. وهو عايزهم يشاركوا مع الناس ازاي ربنا شفاهم. That's what the ministry is about. With God all things are possible. وده عنوان الخدمه بتاعتهم. With God everything is possible. كل شيء مستطاع مع الله. ايه رايكم نطلع ونشوف الكليب ده ونرجع نكمل تاني حكايتهم Wonder what happens to these kids who commit these crimes? Where do they go? Do you ever wonder why our nation's children and teens are committing such violent crimes? Perhaps you're a struggling youth or an adult who is stuck in a negative cycle. Maybe you're locked up, angry, confused. My wife Eileen and I are on a mission to bring real hope to everyone who thinks that in their life, impossible is the only way out. They're locked away. We don't even know they're there. We just hear about the, this kid killing somebody or robbing or raping, right? That's what we hear. But Victor actually goes in and talks to those people and can look at them and say, God loves you. You don't have to stay here, right? Even though you did these rotten things, there's still hope for you it's hard to listen to somebody that you can't relate to it's hard to actually get something out of somebody that's never been through what you've been through because they could easily say something and the first thing you could say is well you didn't live my life that's easy for you to say you haven't been through what i've been through you know and you know, when Victor came on, it was kind of like, at first, I was kind of like, oh, this is just another, you know, not to be racist, another white guy coming trying to tell a black man, you know, how to survive, you know, or how to overcome obstacles. And when I heard his story, I remember one thing that he said that really like touched me. And I think any kind of brother, you black, white, Hispanic, Asian, you can relate to it as far as having a relationship with God. And when he said that, it brought like chills all over my body because. I looked at my whole life, everything that I went through, every all the abuse from all the betrayal, everything. And I sat there and I looked and I always questioned why God wasn't in my life at that time, you know? And when I realized it, and then I read this thing called the footprints, I realized that he was there the whole time, but he was caring me. He took that beating with him. He's, he's one of a kind, you know, and you don't really know it unless you've hung out with him, but it doesn't take too long once you do to realize, you know, he's sincere um, in what he does. As far as being a dad in ministry goes, he's very, he means it. I'm about to stand before a bunch of teenagers who hate me, who hate life. They have stabbed people, they've shot at people, uh, they've raped, they've molested, they've even murdered. And people in this world have given up on them and don't believe they're worth saving. These kids are bound up with unforgiveness. It's just one thing, one steady thing. They have unforgiveness in the heart because they are mad, and they have a right to be mad. And 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 these kids, I go in there, and, and I just know. bad. Mm -hmm. <laughs> 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 زوج الام او الاب لكن المشكله دي الرب حولها لينبوع يفيد منه على ناس كتير ما عندهاش اباء إز ازاي يعني لما بتلاقي نفسك بتتصرف كاب دي بيشفيك انت كمان احكي لنا عن النقطه دي يعني انت ما شفتش جود موديل اوف ا فادر Yeah, you know what? God has been so good to us too. Places in a position to reach. It started off. The center of it was just reaching the United States is troubled and abused youth who are who are locked up or in foster care um, uh, because so many of them have suffered abuse and their behavior is as, as a result of it. هو بيتكلم وبيقول إن خدمتهم في السجون بيشوف ناس كتير محبوسين في uh, يعني عليهم أحكام. مليانين غل، مليانين انجر، تعبانين وده نتيجه الظروف اللي عدوا بيها خلتهم يبقوا محطمين بالمنظر ده. And it's just grown exponentially beyond our control. وهو شايف ان الخدمه دي عماله تكبر بطريقه كبيره قوي. Yeah, God now is, uh, we still reach the kids, but now we're speaking in schools بيروحوا لاماكن السجون اللي فيها الاطفال وفي المدارس كمان وبيروحوا للسن الهاي سكول colleges. والجامعات uh, adult conferences. وبيروحوا كمان المؤتمرات لل... للناس المثقفين Churches, marriage retreats. ويروحوا للكنائس وبيكلموا في في مؤتمرات عن الزواج I mean, next month we're going to be with a good friend of yours, Nick, Yes. in, in Hawaii, and we're going to be uh, doing an outreach at the Aloha Stadium in Hawaii on wow. March 30th. And we're getting invitations uh, all over the world to speak, and we haven't traveled. Into the broad world yet. He America, it will come. We think okay. next year. Yes, well, Hold on. yes, you're welcome to Egypt. So we, Thank yeah, you. great, and you know we. We on Facebook, we, we have over 100,000 people on Facebook now. And we actually read our comments and try to respond. How uh, many people are telling you that they are praying for you? Right now, just live, there's over 500 people, close to 600 people praying. في حوالي 600 واحد واحنا على الهوا بيصلوا للبرنامج ده ان يوصل للناس اللي محتاجين. I mean everywhere from the US to Africa to Egypt and we want to come to Egypt. هنروح مصر. We want to come. We're going to Egypt. هنروح مصر ان شاء الله. هنروح ان شاء الله. Yes. ان شاء الله. Yes. Nick knows how to say ان شاء الله. Yes. 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 If God wants. Yes. God's will. God's um, will. احساسك ايه وانت شايفاه بره بيقف وبيتكلم وبيوعظ كانسان مشفي لما بتشوفي الانسان ده اللي كان متقطع ومتحطم وحالته حال والنهارده شايفاه انسان مشفي. Well I'm so proud. تبقى فخوره But my heart to see where he was. ولما تشوفه هو كان جاي منين. And to see how down he was. وتشوف قد إيه كان مكسور. To see him now preaching the good news to people. وبتشوفه النهارده بيتكلم عن عن الإنجيل وبيتكلم عن الأخبار السارة في العالم. It, it fills me with joy. بتملاها بالفرح. Because I know this is God بتبقى عارفة إن ده إذا الله. Showing people again, and again. بتوري العالم مرة واثنين. matter your background. مش مهم إيه الماضي بتاعك. God can make something beautiful. الله ممكن يصنع شيء عظيم if you allow him. لو أنت تديله الفرصة. دي رسالة حقيقية. دي رسالة حقيقية. Yes. لو بصينا على نقطة اتخذت منه، اتسحبت منه. اللي هي الايدنتي بتاعته، الهوية بتاعته. مم. لما تشوفي واحد طفل أبوه بيقول له أنت مش ابني، أمه بتقول له أنا مش عارفة أبوك مين. وبعدين يروح في كل محل مرفوض. أثرت مم. إزاي على الايدنتي بتاعتك؟ مم. كلمني عن الايدنتي اللي أنت فقدتها وإزاي رجعت لك. مم. Yeah, I mean identity is very important as just in humanity. الهوية بتاعت أي شخص مهمة جدا بالنسبة له. Everybody wonders why they're here. كل الناس بتقول أنا عايش ليه في الدنيا؟ And then what happens when we die? وإيه اللي هيحصل لما نموت؟ And and I tried for years to find my identity. هو لسنين طويلة حاول إنه يشوف يعرف إيه هويته. And what I could do. باللي انا اقدر اعمله. If I can make money. لو اقدر اعمل فلوس. If I looked a certain way. لو ليا شكل معين. Yeah if I was a good fighter. لو انا بعرف اتخانق ووو. But, but the problem is is all those become false gods. لكن كل الحاجات دي اللي بنحاول نثبت فيها هويتنا دي كلها بتبقى بالنسبه لنا إله او صنم. Those little idols never deliver in your day of need. والاصنام دي عمرها ما تساعدك في يوم في يوم احتياجك. Yeah. So I found my identity in Christ Jesus. فهو لقى هويته في المسيح يسوع. And <متحدث> although <سؤال> I again I want to stress there's not perfection here. وهو تاني بيقول ان انا ما بقتش كامل ولا بقيت perfect. But I'm in the relationship with the perfect one. لكن انا في علاقه مع الكامل. jesus so my identity when when i get stressed when my mind starts to, to not feel good i have to go to where my identity in the bible so I, I say words create worlds i say out loud I'm more than an overcomer. فابتدي انطق لان الكلمات بتخلق العالم اللي احنا فيه، ابتدي اقول ان انا uh, overcomer. When when the enemy to my soul. لا لما العدو يجي لي. Yeah, shoots darts at me. ويحاول ان هو يقذفه باسهم. To affect my mind. علشان ياثر على عقله ومخه. My emotions. وعلى مشاعره. And my behavior. وعلى اخلاقه وتصرفاته. I, I use the word of God against him. بيروح على كلمه الله. ويستخدمها كسيف ضده Because it's truth. لأن كلمة الله حقيقة حقيقة فساعات لما يبتدي يحس أنه هو متغاز أو ومتضايق مت... وعايز يأذي حد My identity says I'm a new creature in Christ. فألاقي نفسي بقول أنا خليقة جديدة all في الم... المسيح away. كل الأشياء العتيقة قد مضت. <applause> when I get, when I get fearful, ولما الاقي نفسي بتملي بالخوف that my mind will go crazy again. و, وان عقلي بيبتدي يروح في كل حته ويتشتت I, على <applause> الكلمه and, <applause> and it says God's not me a spirit of fear but of power love and a sound وبقرر الايه اللي بتقول الله لم يعطيني روح الفشل بل بل الحكمه والنصح yes because People need to remember there's a very real devil. لأن الناس محتاجة تعرف إن في عدو حقيقي اسمه الشيطان. And many demons under his control. وفي حواليه شياطين كتير تحته. And they are the ones that bring torment. وهم دول اللي بيجيبوا العذاب. And they influence people to do evil. وبيأثروا على الناس عشان تعمل شر. So for us. فبالنسبة لهم. Our struggle isn't, you know, uh, the past. فمشكلتهم هم مش الماضي or even my mind anymore. ولا عقله our challenge and fighting the enemy فتحدياته دلوقتي في محاربه العدو انه يمسك بدرع البر our in ويحفظ مين هو في المسيح ويتكلموا بمحبه المسيح وبالامل في عالم And prayers make the difference. Mm -hmm. Those watching, you need to pray for your family. انت محتاج انك تصلي لعيلتك. You need to pray for your loved ones. وتصلي الناس اللي بتحبهم. By the power of God, pray for your enemies. وتصلي بقوه الله لاعدائك. And pray for Miss Yvette in this ministry here. وتصلي لنا، تصلي لنا وتصلي لخدمتنا. And then come pray for us. Go to our Facebook page and leave a comment. I'll translate it. روح على الفيسبوك بتاعه أو ترانسليت أو جوجل ترانسليت روح على الفيسبوك بتاعه واكتب له كومنتس اكتب له تعليق حاجة تشجعه على yes. إنه جه وخدمنا وقصته لمست قلبك okay. أنا بشجعكم إنكم تروحوا على الفيسبوك بتاعه تروحوا على الفيسبوك بتاعي والفيسبوك yes. بتاع الكارما وتروحوا على اليوتيوب وتحطوا اسمه وتتفرجوا على الفيلم بتاعه اسمه فيكتور ماركس yes. تتفرجوا عليه والكارما هتكون بتزيع ان شاء الله الفيلم بتاعهم أه قريب جدا وهنتعلم أوكي. منه كتير الفيلم ده خدوه من مم. على اليوتيوب وروحوا ودوه لناس كتيره تكونوا شايفين ان هم محتاجين لهذا النوع مم. من الشفاء هنتفرج عن كليب انت عامله مع ناس بيسموك بابا وانت اب بالنسبه لهم تعالوا نروح على بابي كليب ونشوف مم. فيكتور ماركس اللي اتحرم من الاب Well, this possession right here. This is every pin pal letter that has come in since we since we began. It goes all the way down to the floor. And uh, you know what? I mean, it don't matter. You just pick out a pile. Uh, here's from 2007. But you know what? I keep every letter. That, that is sent that, and because that, that's, it means everything to us and we pray for these kids. Some of them are just funny little letters. some of them are very, very heavy. Uh, there are many asking for prayer. Uh, some of them tell us the, the deepest darkest secrets you know of, of what's happened to them or what they've done. And uh, I love them. I, I just and we write back. And we keep a copy of every letter that we write back as well. A lot of them call me Pappy Marks uh, because uh, unfortunately they just don't have any other dads. Uh, this is, this is our, our joy to do this. Mm -hmm. <laughs> للاسس والخدام اللي سلوكهم mm. في البيت حاجه وبره حاجه وازاي ان الرب يقدر يلمس قلوبهم وما يحسسهمش بالدينونه لكن يحسسهم ان هم عايزين شفاء. Yes. Why don't you lead us in prayer? I would love to. Yes. Dear Lord God. <applause> يا الهي. Thank you for hearing our cry. بشكرك لأنك بتسمع لصراخنا. يا رب احنا ب ب بنيجي عند مخدعك وبنيجي عند uh, your throne. Of the cross of Jesus Christ, your son. نقدر ندخل يا رب ل للعهد معاك ونقدر ندخل بسبب دم المسيح. I lift up to you now, Lord. يا رب أنا برفع قدامك دلوقتي. Every dad كل أب. That عنده مشاكل وتحديات. Maybe because of identity issues. ممكن لأنه فقد هويته. Maybe him being rejected by his own dad. ممكن لأنه هو ترفض من أبوه. I pray that you would touch him. أرجوك يا رب إلمس القلوب دي. And that he would sense your love. ويحس بحبك. And he would know that you're his heavenly father. ويعرف إن أنت أبوه السماوي. God, I pray for all the moms. يا رب بصلي لكل الأمهات. Who are caught in a cycle. اللي ماشيين في دايره. Of to find their وبيحاولوا يلاقوا قيمتهم وهويتهم. Men, في الرجاله. I pray that you would touch them. انا بصلي انك انت يا رب اللي تلمسهم. ان يشوفوا قيمتهم. وقيمتهم فيك. Of you, Jesus. علشان انت الههم يسوع. بصلي يا رب لكل خادم بيتفرج على البرنامج ده. That feels وهو حاسس ان هو trapped. Because, because he can't share his heart and pain. لأنه ما يقدرش أنه يقول لحد على اللي بيحصل معاه والآلام اللي هو فيها. Because of people putting him on a pedestal. عشان الناس باصين له أنه عالي قوي Are the expectations. وتوقعاتهم منهم عالية وهو مش قادر يقابلها. I pray he'd find a safe place in you. يا رب أنا بصلي أنه يلاقي مكان أمان فيك. To pour out his heart. أنه يتكلم معاك. And, and ويديلك فرصة to heal his wounds. إنك تشفي جراحه Lord, I pray for every يا رب أنا بصلي لكل واحد and now بيتفرج على التلفزيون دلوقتي وعنده أعمال عنف وبيحاول إنه يؤذي نفسه. Or violence on others أو إنه يطلع غله في حد تاني بعنف. وهم كمان حاسين أنهم في مصيدة. ممكن يكونوا في organization. That they want عايزين يخرجوا منها. But for fear of death, they can't leave it. لكن من خوفهم من من اللي حواليهم مش قادرين يمشوا. يا رب تعالى وري لهم نفسك بحق. Show them how much you love them. وريهم قد ايه انت حبيتهم. That you will forgive them. وانك قادر على غفرانهم. They simply need to humble themselves before you. خليهم يخدعوا نفسهم يا رب ويتواضعوا امامك. And and accept your forgiveness of their sin. ويقدروا ان هم يستقبلوا غفرانك. So Lord, thank you for today. أشكرك يا رب على النهارده. And of course we pray for every youth. بنصلي لكل الشباب. or watch this program. اللي بيتفرجوا على البرنامج Maybe ده. Maybe even accidentally. ممكن يكون بيتفرجوا بالصدفه. Or let them know how much you love them. خليهم يعرفوا قد ايه انت بتحبهم. And even though they may have. وممكن هم يكونوا حصلوا على الغفران ده. Imperfect parents. ممكن يكون عندهم اباء مش كاملين. You got a perfect لكن انت الاله الكامل خلي يا رب كلمتك تكون حيه لكل اللي بيسمعنا وتعمل عمليه تحرير من اي عدم غفران and anger mm -hmm. واي غضب and ومحاوله لإزاء النفس mm -hmm. cycles بكل mm -hmm. السايكلز دي بنحبك يا رب. And thank you. وبنشكرك That you loved us first. انك mm -hmm. حبتنا اولا In Jesus name we pray. باسم mm -hmm. يسوع امين 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 ثانك Thank you so much Amen. for joining us today. بشكركم جدا على انكم كنتوا معانا النهارده الرب ادى شعبه هيلينج من خلالكم، الرب النهارده شفى نفوس، فتح عيون النهارده ان في حل وان في امل. الف شكر على وجودكم معانا وربنا يبارككم. وهنلتقي مع بعض تاني في برامج من برامج المرأة الفاضلة وربنا يبارككم ويبارك خدمتكم أحبائي في نهاية برنامج من القلب للقلب النهاردة بعتذر عن كل الناس اللي ما قدرتش تتكلم عايزة أشكر هنا قناة القرمة وأشكر العاملين فيها أشكر الأديترز المصورين كل الناس اللي قاعدين على سويتشرز أه بشكر أه الترجمة اللي كانت في ودن آيلين وفي ودن فيكتور ماركس من روزانا بشكر ماي نعم. آه, ستاف ستاف المرأة الفاضلة اللي ساعدنا في تطليع الكليبس والترجمة والسبتايتل واعداد البرنامج وليليان وإنجي ونيفين لطفي بشكركم بشكر ربنا عليكم وأحب أقول لكم أن الحلقة دي هتتعاد يوم الحد الساعة 7 مساء وهتكون على الكارما ويب سايت غالبا النهارده او بكره وهتكون كمان على ويب سايت mfadila.org of اورج برضو على بكره نتقابل معاكم مره ثانية في الاعاده صلوا لنا ونصلي لكم بنحبكم بنتمنى ليكم كل بركه وكل شفاء والى اللقاء في حلقه اخرى وبرنامج من القلب للقلب